ايه يكون انت مش مع مين؟ برايا الدنيا يا الله ليش بتدخلنا؟ حنظبط امورنا، سيارة تجينا، قطعة فاضية ارض. اقول ما تلبخ تاكل لك تبن طمطم بوفية. شكلك تضحي، شكلك غير لائق. كيف وجهك انت؟ انا قلت لك انت لازم تنظف، لازم تصنف وجهك الوسخ. شوف ملاحي كيف ما شاء الله وجهه ابيض وانت وجهك اسود. شوف مركب ملاحي لإمام طالع وجهه وصلعته، انت وجهك اسود. شوف كيف ملاحي امس صايم مع الناس، انت وجهك اسود. احنا قلت لك انت ما تنظف، انت جدا بيئه سخيفه جدا. هو كان بيدخلني مع الامير بس قال لي جويد يروح في شلمه، قلت خلاص انا قدامك انا جويد. تكفى الله يخليك، لان جويد انا عارف نظامه، جويد يجيب الفواتير لان وجهه اصلا فوتر واضح. وجهه اصلا واضح. والله اول ما دخل انا بيقول له ابقى عارض. شوف وجهه، انا اقول لك وجهه والله العظيم فاتوره. والله بقول له ابقى عارض والله. ولا بوفيه اي شاي يعطيني. شفت كيف انا قايل لك؟ حتى ريحه شكشوكه. يبقى الفرصه ما تجيك الا مره، اذا ما اقتبستها صرت درج. يمكن يكبسك. لا والله لا بجي له باسلوب والله. وش اسلوبك؟ يلا انا اعتبرني الامير. يلا اعتبر انا الامير. يلا ها. ارحب يا طويل العمر، نورت دارك. ارحب يا تاج راسي. اهلين. يطول بعمرك. لو سمحت يا طويل العمر والله العظيم. لو سمحت خويك انا يا قليل الادب يا معفن يا تونه. لو سمحت يا طويل العمر. لا تكلم باسلوب.